شيئاً فشيئاً يزداد الداخل الإسرائيلي غليانًا، وتتسع هوة الخلاف داخل حكومة الحرب، ومعها تزداد الفجوة بين قياداتها العسكرية والسياسية على طريقة إدارة الحرب في غزة وخطة اليوم التالي. رفض الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب مثل نقطة الخلاف الأبرز بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي لا يمتلك حتى الآن خطة واضحة لما بعد الحرب سوى احتلال القطاع بشكل دائم لدواع أمنية. من يدير غزة بعد الحرب؟ معضلة أخرى تؤجج الخلاف داخل الكابينت الإسرائيلي، فبينما يتمسك نتنياهو برفضه الحكم الذاتي الفلسطيني، يجد جالانت بالمقابل أن وجود نظام عسكري إسرائيلي في غزة سيترك آثاره على الساحات الأخرى، وسوف تدفع ثمنه إسرائيل بالدم، فضلاً عن تكلفة اقتصادية باهظة ستتحملها تل أبيب. النصر الكامل، مناورة سياسية خطرة يروج لها نتنياهو بمساعدة وزيريه المتطرفين بالائتلاف الحكومي إتمار بن كفير وبتسلئيل سموتريتش لضمان بقائه في السلطة أطول مدة ممكنة، باتت خطورتها جلية أمام القيادات العسكرية التي تدرك تبعات طول أمد الحرب على المصلحة الوطنية للدولة العبرية. مستقبل حكومة الحرب الإسرائيلية مهدد بالأساس، فمن جهة تهديد كل من بيني جانتس وجادي أيزنكوت بالانسحاب من حكومة الحرب تأييداً لدعوة جالانت وغياب رؤية ما بعد الحرب، بينما بالمقابل يطالب الوزيران المتطرفان بالكفير وسموتريتش بإقالة وزير الدفاع، الأمر الذي يترك تداعياته السلبية على شرعية الائتلاف الحكومي لاستكمال الحرب ومخططات تضمن لنتنياهو بقاءه طويلاً في السلطة. فهل يتجاوز الأخير كل هذه التحديات ويحكم قبضته على كرسيه، أم يتمسك بما يعجل بزوال سلطته؟